زي النهاردة 30 نوفمبر 1928 فوز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في دور القاهرة، والأهداف لإبراهيم يكن ولبيب والسيد أباظة. 1963 فوز مصر على إثيوبيا بثلاثية رضا والشاذلي وطه إسماعيل في كأس الأمم الإفريقية بغانا. 1984 الأهلي يهزم كانون ياويندي بهدف لمجدي عبد الغني من ضربة رأس في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا أبطال الكأس. 1996 خسارة الزمالك أمام شوتينج ستارز النيجيري في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا أبطال الدوري والهدف لطارق مصطفى. 2002 تعادل الزمالك مع مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بدون أهداف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.